كليه الاعلام بصفه عامه في قنا كليه مميزه جدا، والطلبه اللي فيها طلبه كلهم لاحظت ان هم كلهم الفكر بتاعهم مشرق شويه، بيعرفوا يسالوا، بيعرفوا يتحاوروا، بيعرفوا يتكلموا. كلهم حسيت ان انا مش موجود هنا في الصعيد بامانه، يعني حسيت ان انا مكان كل الناس. لما رحت الندوه اللي هناك دي رحت مرتين عندكم، دايما بمشي مبسوط. بجد بلدنا تستاهل.